راح نكمل الآن ببيز لو أو ما أحيانا يسمى بيز رول أو أحيانا يسمى بيز ثيرم. خلينا أول شيء أحط بس هذا التعريف. تتذكر المرة الماضية لما حكينا عن اللمبات كان عندنا مجموعة بلبس، نشتري بلبس من ثلاث شركات، متذكرين؟ في عندي نسب معينة، البلبس تبعتي بتيجي يا إما من السبلاير A أو B أو C. السبلاير A أنا درست تاريخيا، درست احتمال الفيلير تبعته وبعرف قديش احتمال الفيلير إذا إجاني من A أو B أو C. فإذا طلعنا في عندي مجموعة ايفنتس هذول B1 B2 B3 هلا أول شيء تطلعوا لي على B1 to B7 إيش بقدر أقول عن هذول الإيفنتس B1 B7 من الطريقة اللي مرسومين فيها. أول شيء هذا المستطيل إيش هو؟ Universal Set. هذا هو الفضاء تبعنا، هذا Universal Set اللي بنرمز له عادة بالرمز U. هلا نطلع على أول شيء على B1، هل ممكن B1 وB2 يصيروا الاثنين مع بعض؟ إذا صار B1 إيش بقدر أقول عن probability of B2؟ صفر. ونفس الشيء بالنسبة لـ B2 وB3، ونفس الشيء بالنسبة لـ B3 وB4 وB5 وB6 وB7، مش هيك؟ إيش بنسمي الـ events B1 to B7؟ لا لا بالعكس، هم highly dependent، مش تأثر واحد منهم بوقوع حصول الثاني؟ إذا صار واحد منهم مش أثر على فرص الثاني، هل بقدر أقول عنهم independent؟ إيش بنقول عنهم؟ إيش عملوا ببعض هدول؟ لما واحد منهم صار شو عمل بالثاني؟ دمر فرصه، مضبوط؟ شو بنسميهم هدول؟ mutually exclusive. هذا شيء. ايش الشيء؟ طبعا mutually exclusive يعني probability of B1 and B2 تساوي زيرو، احتمالهم الاثنين يصيروا probability of B1 and B2 تساوي زيرو. ايش كمان بقدر اقول عن B1 to B7؟ لو جمعتهم كلهم شو بيمثلوا؟ ميو. ميو، إذا هدول بنسميهم اكزوستيف. اكزوستيف يعني probability إنه يصير B1 أو B2 أو B3 ل B7 تساوي 1 أو probability of B1 زائد probability of B2 تساوي 1. مظبوط؟ هدول بنسميهم mutually exclusive أو بنقول عنهم اكزوستيف. هلا نتطلع على A، إذا بدي أحسب الآن probability of A تساوي، هلا A عبارة عن مجموعة أي قطع؟ عبارة عن مجموعة القطعة هاي زائد القطعة هاي زائد القطعة هاي زائد هاي زائد هاي، السبع قطع هدول، مضبوط؟ السبع قطع هدول، بس كل واحدة من القطع هدول هي عبارة عن probability of A هي عبارة عن probability of A given B1 probability of B1 زائد probability of A given B2 B2 اللي هي يعني أصلا هدول هم عبارة عن probability of A and B1 زائد probability of A and B2. بس احنا حطيناها بهذا الشكل لأنه هاي هي الـ probabilities المتوفرة عندي هلا لما تشوفوا. هاي عبارة عن نفس هاي، مش هيك؟ قلنا probability of A given B1 في probability of B1. بعدين هون بنضل مكملين، بصير عندي في النهاية probability of A given B7 في probability of B7، وهاي بتصير probability of A and B7. كقاعدة عامة رح تصير عندي probability of A بتساوي summation من I تساوي 1، خلينا نسميها N. probability of A given B I. ماشي، واضحة؟ هي عبارة عن مجموعة هدول. ليش حطيناها بهذا الشكل؟ لأنه الداتا متوفر عندي بهذا الشكل اللي موجودة. وهاي إذا بتتذكروا لما حلينا مثال الفيلير، لو كانت هاي مثال الفيلير إنه تفشل عندي لمبة، عايش بتعتمد؟ بتعتمد احتمال اللمبة تفشل إذا كانها جاي من السبلاير الأول مضروبة في نسبة البلبز اللي جاي من السبلاير الأول، زائد probability of failure إذا كانها جاي من السبلاير الثاني في probability اللمبة تكون جاية من السبلاير الثاني إلى آخره، أوكي؟ هاي عبارة عن
هاي رح نحتاجها الآن. هلا رح تشوفوا رح نحتاج هاي الفورمولا.